السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الاخبار؟ النهارده ان شاء الله هنكمل مع بعض ال اي تي ال بيست براكتس. هنشرح كل واحد فيهم بالتفصيل. نبدا بالاوديتنج، ودي اول مرحله. الاوديتنج هنا بنيجي ناخد اكزامبل. الناس دايما فكر نبدا باكزامبل عشان نشرح التفاصيل بتاعه. انا عندي بيلينج سورس سيستم. حلو، بيلينج سورس سيستم ده انا بعمله انتجريشن في الداتا وير هاوس. حلو، طيب بيلينج سورس سيستم ده بيبعت لي كل يوم اراوند 3 مليون ريكوردز روز، يعني في 3 مليون ترانزاكشن بتجي لي كل يوم. وفي نفترض في كل اسمه اماونت، الاماونت دي الصم بتاعها مليون دولار كل يوم، نفترض ده سامبل كده. حلو، طيب الاوديتنج هنا بيساعد في ايه؟ اول حاجه انا وصل لي 3 مليون ريكورد. هل ال 3 مليون دول راحوا للتارجت تيبل ولا لا؟ ركز معايا دلوقتي، انا وصل لي 3 مليون ريكورد، ال 3 مليون دول راحوا التارجت. المفترض وصل لي في التارجت 2 مليون 950 الف. طب فين ال 50,000 دول؟ هبص على الريجكشن. طب هل كده الصم بتاع التارجت والفورمد بيدوا الصم بتاع السورس سيستم ولا لا؟ لا، لو تمام الدنيا كويسه. لا معناها ان في جاب في النص وده لازم نجيبها. عشان كده قلت لك لو الشركه ما عندهاش اوديتنج يبقى الشركه دي بلح في الداتا وير هاوس، ما معهاش لازمه. نقفلها احسن، لان ما لهاش لازمه في الداتا وير هاوس. هتقول لي اوديتنج بس، الاوديتنج اهم فانكشن داتا وير هاوس. انا دلوقتي لو مش هعرف ان انا اوديت الداتا دي او اعرف الكواليتي بتاعتنا عامله ازاي، يبقى الداتا دي كلها تبقى مضاربه، مش هقدر ان انا اتحكم في الدنيا. تمام؟ طيب هنتكلم في حته لسه في الاوديتنج ازاي امبلمنتيشن، بس بنتكلم هنا دلوقتي على الكونسيبت، يعني ايه اوديتنج. عشان تيجي تفكر في الامبلمنتيشن هديك يوز كيس، بس هل اليوز كيس دي تبقى جنرال؟ لا، انت هتقعد تفكر بيزد على اليوز كيس بتاعتك. اوكي؟ طب حاجه كمان، هل الاوديتنج معناه انا دلوقتي وصل لي 3 مليون ودخل 3 مليون؟ طب افرض انا في يوم مثلا وصل لي 3 مليون الا 1% او الا 2% وده رينج الطبيعي، مفيش مشكله. طب افرض انا جيت في يوم من الايام وصل لي 2 مليون، يعني كان في 30% من الداتا ما وصلتليش. ده كده انا ما بقولش هنا، ما بقولش ان الجوب نفسها فيها مشكله، لا، الجوب وصلها 2 مليون وهي انسرت 2 مليون، مفيش اي مشكله في الجوب. ايه علاقه الاودنج بالموضوع؟ حته حلوه جدا. انا دلوقتي عندي اكسبكتد بيهيفير، ان مثلا الداتا فيها باترن ان 3 مليون كل يوم، 3 مليون الا 1% او 3 مليون ناقص 1%. اوكي، طيب اللي عايزين نقوله ايه هنا؟ هوت ان احنا ال 3 مليون دول لو انا جالي في يوم 2 مليون، ايه اللي هيحصل؟ ده كده ترند ايشو، يعني في حاجه ابنورماليتي في الداتا، يعني في كريتيكال ايشو نفكر فيها. تمام، فمحتاج ابص على الترند ده. هوت حاجه كمان، انا اكسبكت كل يوم بيجي لي 2% من ال 3 مليون دول من الفورمد ريكورد. جيت يوم من الايام لقيت ان بدل ما يبقى في 2% وصل لي 20%. طب ايه مشكله الكلام ده؟ هوت دي كريتيكال ايش، ده ترند. هو الاوديتنج وظيفته ان يدي للناس اليرت، طب ما يمكن في مشكله في السور سيستم. طب انت دلوقتي بتكسبكت 3 مليون ووصلك 2 مليون، لازم كونتاكت السور سيستم. هنقول بقى ازاي نعمل بيسموها برو اكتف اكشنز، يعني اساسا الموضوع بيبقى اوتوميتد، انت مش تعمل حاجه. واحنا مثلا بنقول بتبقى كونفيجر ان لو وصل لي اقل او ازيد من 1 مثلا بيرسنت، طبعا كل سورس انا ما بقولش 1% ده اكزامبل، بس كل سورس سيستم ليه كونفيجريشن بتاعته. يعني مثلا السورس سيستم بتاع البيلنج ده ما اعتقدش في حد بيحط اكتر من 1% اصلا، يعني الموضوع ده بيبقى كريتيكال عشان فيها فلوس. في حاجه ثانيه ممكن 5% 6%. المهم انا بقول بقى لو اكتر من 1% اللي بيحصل، بتلاقي مثلا بعت نوتيفيكيشن للسبورت تيم بتوع الداتا وير هاوس وبتوع السورس سيستم، بتلاقي بعت للمانجر، بتلاقي كام بقى نوتيفيكيشن ايميلز اوتوماتيك. وده اوتوماتيك، انا مش هقعد كل يوم ابص انا على الترند بعيني يعني. تمام، طيب دي النقطه الاولى. فقلنا ان الاوديتنج مش بس بيكونفيرم ان السورس ايكوال التارجت، بس كمان بيتشيك الترند بتاع الداتا. هتقولي ايه لازمته؟ زي ما قلت لك، عشان ده ممكن يحصل فيه كريتيكال، في مشكله جاب في السورس سيستم، في اي بي مثلا فتح من سيرفر او قفل من سيرفر فوقع داتا. دي نقطه مهمه جدا. طيب حاجه كمان، انت نفترض وصل لك كل يوم 3 مليون ودخل 3 مليون عادي، مفيش اي مشكله. طب افرض بقى الصم بتاع الفاليوز، مثلا انا اكسبكت كل يوم بيخش لي مليون دولار مثلا، وجيت في يوم لقيت مثلا وصل لي 100,000 دولار. تقول لي انا مالي، انا جالي مليون دخل مليون. صح، كلامك صح، وصل لي 10 دولار دخل 10 دولار. اقول لك صح، بس دي حته لازم تشيكها برضه. انا دلوقتي عندي شويه اجريجيشن ان الصم بتاع ده لازم مليون دولار. اقل من 5% ديفرنس كل يوم، ده معناه ان في كريتيكال ايشو، سواء عندك في الجوب، في حاجه غلط في الداتا حاصل، في حاجه في السورس سيستم، مفيش حاجه، بس لازم نالرت الناس يا جماعه في كريتيكال ايشو. ما يجيش واحد نايم بقى على ودانه كده ويجي اخر الشهر يكتشف ان في مشكله في الداتا، نقعد بقى نتريس كل الكلام ده. لا، في دايما اوديتنج. اوديتنج ده اهم فانكشن في الداتا وير هاوس. لو ما عندكش اوديتنج اقفلها، انا بقول لك هو والله دي نقطه مهمه جدا. لو ما عندكش ابدا امبلمنت، لكن ما عندكش مش عايز امبلمنت، مالهاش لازمه يعني. طيب حلو، احنا هنا برضه بنقول ايه؟
بنقول ان انت الاوديتنج ده هي الكي ان انت نقدر نقول انك انت عندك ويل ديزاين اي تي ال ولا لا. ولو انت مع وان الاوديتنج ده بينكلود الكاونتس الاجريجيشن الماتريكس بيزد على اليوز كيس. ممكن حاجه ثانيه يقول لك انا عايز اكونت ديستينكت ايفنت مش ديستينكت ريكورد. لو ديستينكت ايفنتس دول يعني مثلا كان عندنا كيوز كيس اللوكيشنز بتوع الكاستمر مثلا في التليكوم نفترض انا لو عندي في اليوم مثلا تحركات للكاستمر او مثلا توتال مثلا اقل من رقم معين معناها في مشكله في السيجنالنج داتا محتاجين نبص عليها. فاهمين اقصد ايه؟ دي من بيست براكتس اللي عايز نتكلم عليها ودي اهم واحده يعني اهم حاجه في الداتا هاوس كلها اوديتنج. الاوديتنج دي اللي هتوري مشاكل ونصلح الدنيا. انا طولت فيها بس فعلا هي تكاد تكون اهم نقطه في الداتا هاوس. طيب حاجه كمان الاوديتنج برضه زي ما قلنا هي بتهلب بتساعدنا ان احنا ايدنتيفاي ابنورماليتي على الداتا. الحاجه كمان ان احنا نشوف الديفرنس ما بين الامبلمنتيشن بقى بتاع الاوديتنج بيختلف من سورس سيستم لسورس سيستم. زي ما قلنا في سورس سيستم بيزد على الفلوس او الاماونت, سورس سيستم على الكولوم, سورس سيستم على الايفنتس او ديفرنت ايفنتس. فهي مختلفه ولازم اللي بيفكر في الاوديتنج هو غالبا اللي بيأودت ده بيبقى واحد تاني بره التيم او بيبقى الناس مسؤوله عن الكواليتي في التيم. في احيانا بعض التيمز هو واحد بس مسؤول عن كل حاجه بس لازم يكون عارف المعلومه دي. انت وانت بتبني الداتا هاوس عارف انت حاجه اسمها اوديت تكتبها كده على جنب, في حد بيعملها لك قشطه, ما فيش حد يعملها لك تفكر ازاي تمبلمنتها. تمام. طيب قلنا ان هي بيحصل لها كاستمايزيشن, مش عارف السي لي كابيتال هنا, بيحصل لها كاستمايزيشن بيزد على سورس سيستم كريتيكالتي. يعني ممكن بعض سورس سيستم اعمل لها اكتر من اوديتنج ماتريكس, ماشي ماتريكس, بس في سورس سيستم تاني بتشيك الكاونتس بس. فعلى حسب كريتيكالتي على السورس سيستم ببني الاوديتنج سكيما بتاعتي. طيب حاجه كمان ان الاوديتنج فانكشن دي لازم تكون كويري, يعني اصلها تبقى كويري. يعني انا دلوقتي عايز اكويري الداتا دي او اقدر اناليس الداتا دي على داشبورد موضوع يكون سهل. فانت لو عامل الاوديتنج دي بشكل مثلا ان ستراكشر مثلا ومحتاج عشان اجيبها كل يوم اقعد يعني انلايز اللوجز, دي حاجه غلط. فود الاوديتنج ده بيحصل له انسيرت في التارجت او في تارجت ترانزكشن دي بي وابدا بيحصل عليها داشبورد وبيحصل عليها اليرتس كل يوم. طيب خلصنا كده الاوديتنج, نخش على اللوجينج. طيب اللوجينج هنا احنا بنقول ان اللوجينج هو نقطه مهمه جدا في اي اي تي ال جوب. ليه وهو ليه الاوديتنج مهم سوري اللوجينج مهم؟ لان اللوجينج ده بيديك اتاحه انك انت تبص على الكود نفسه او على الجوب نفسها, اعرف الجوب بدات امتى, خلصت امتى, المشاكل بتاع الجوب دي, لو في بيرفورمانس ايشو. طيب حاجه كمان ان اللوجينج هنا مش بنقول ان كل واحد امبلمنت لوحده او ان كل جوب يكون ليها اتس اون لوجينج. الحاجه المهمه اللي احنا هنقولها ان احنا لازم يكون عندنا حاجه اسمها اللوجينج استراتيجي. يعني التيم كده بيقعد مع بعض يا جماعه في الاكستراكشن هنعمل لوجينج بسيناريو 1 2 3 4 وهيمبلمنت مثلا لوجينج عن طريق لايبراري مثلا ايه هي وهلوج ايه الحاجه اللي هعملها لوجينج وهلوج مثلا بطريقه ازاي اسينك ولا سينك. طبعا مفيش حد هيلوج اسينك كله اسينك, بس اقصد ازاي هنعمل الكلام ده. كل ده لازم يبقى استراتيجي التيم كله بيتابعها في كل بارت. مش بقول ان هي تبقى واحده لكل البلاتفورم, لا مثلا اكستراكشن تيم وحتى اكستراكشن او الفايل سيستم مختلف عن داتا بيز ولا فايل ولا او دي اس, كل حاجه ليها لوجنج مختلف. طيب احنا بنقول ايه هي؟ قلنا برضو ان اللوجن ده بينكلود اي اكتيفيتي او ايفنت بتحصل قبل ما جوب تبدا او جوب شغاله او بعد ما جوب بتخلص. حاجه كمان ان احنا في بعض الاي تي ال جوبز سوري سوفت وير تولز بيبقى عندها اللوجز بتاعتها, بس برضو احنا لازم ان نقاد او نكستند الفانكشن دي ان احنا نقاد لوجز ثانيه عشان تساعدنا ان احنا نجيب معلومات مفيده من الداتا او من اي تي ال. طيب ايه التايبس اوف لوجز اللي احنا محتاجينها ان احنا نعملها لوجينج في الداتا عندنا؟ مثلا الستارت والستوب بتاع الايفنت, امتى الجوب بدات, امتى خلصت, الستيتس خلصت سكسسفول ولا مش سكسسفول, الايرور مثلا والاكسبشنز لو في ايرور اكسبشنز لازم نعملها لوجينج, الاوديت انفورميشن لو في اوديت انفورميشن ديورنج اللوجينج, التستنج والديباج انفورميشن. انا دايما مثلا في اللوجينج عندي حاجه اسمها الانفو لوجينج والديباج والورن والاير, في اكتر من ليفل يعني, فبرضه الحاجات دي تكون ديفايند. طيب في شويه كونسيدريشن واحنا بنديزاين اللوجينج لازم نكون عارفينها. انا بديكم الحاجه دي عشان نبقى فاهمينها واحنا بنبني الاي تي ال جوبز. طيب اول حاجه ايه الفورمات اللي انت هتطلع بيه وهل هو وازاي تطلعه بشكل سهل الناس تعمله اناليسيس, دي محتاج تفكر فيها. على سبيل المثال في تولز جاهزه للوجينج دلوقتي, الناس شغاله على الاستيك ولوكستاش وكيبانا والحاجات دي, الناس شغاله على اذر تولز, كل ده ازاي انت تطلع التول بتاعتك في صوره فورمات يفهمها السوفت وير الثانيه عشان تعمل الاناليسيس. طيب حاجه كمان, هل انت اللوجز بتاعتك دي بيحصل لها اناليسيس كل يوم ولا هي اد هوك؟ يعني هل بتطلع كل يوم بيحصل لها اناليسيس ولا هي اد هوك, ما انا كل شويه مثلا لما بيحصل مشكله بنبص عليها؟ دي حته مهمه جدا. مين الاودينس؟ هل الاودينس بتاعك هم كواليتي تيم او سبورت تيم ولا مثلا لا ده في ناس ثانيه بتعمل اللوجنج او زي اوديت هنا على اللوجنج بتاع الجوب بتاعتك في بيرفورمانس مثلا اناليسيز على الجوبز.
حاجه مهمه بقى دي، ودي برضو احنا قلنا مش هنتكلم عن السكيورتي، بس لازم انت قبل ما تبني اللوجنج لازم تسال السكيورتي هل الحاجه بتلوجها دي فيها سكيورتي كونسترينز ولا لا. يعني في ناس تقول لك لا ما تلوجش مش عارف الجوب دي او الانفورميشن دي، الكاونت مش عارف ايه، حاجات دي تاخد بالك منها عشان دي ممكن تعمل كريتيكال ايشو، تمام؟ بالذات لو انت شغال مثلا على بلاتفورم مش فيها سكيورتي او داتا برايفسي مثلا، ومفروض دي في كل حته يعني. طيب حاجه كمان الريتنشن بوليسي، ودي انا مش هتكلم عليها هنا لان احنا عاملين سيكشن كامل بنتكلم فيه على الاركايفنج والريتنشن، تمام؟ بس ان جنرال لازم تكون بتديفاين الريتنشن والاركايفنج استراتيجي بتاعتك. طيب المانجنج باد داتا او اوبجكشن هاندلنج دي حته مهمه جدا، احنا قلنا الاوديتنج تاني حاجه اهم بعد الاوديتنج هي الاوبجكشن هاندلنج. ليه؟ انت بعض الاحيان بيجي لك من فورمات ريكورد، يعني انا مثلا عندي فايل سي اس في مثلا، حلو؟ فايل ده هوت انا اكسبكتد يجي لي 5 كولومز مثلا، حلو؟ جالي 4 كولومز مثلا، انت كده من الفورمات ريكورد. طب لا انا جاي لي مثلا اكسبكتد ان يجي لي اي دي مثلا مش نال وجا لي بنال، هي دي ديفاين للملفورم. الملفورم مش معناه ان هو مش ريكورد او ان هو حاجه يعني لا، ومعناه ان ريكورد من الداتا اللي جايه بس جاي بالشكل مش الاكسبكتد عليه وعايز سبيشال هاندلنج. مش بنقول ان احنا نمسحه، ازاي نهندل الكلام ده؟ وقلنا نهندل ليه لازم يكون عندي دايما الاكونت، لو عندي سورس لازم التارجت الانسرتد بلس الريجكتد ايكوال السورس، عشان كده لازم بعمل لها هاندلنج مش بمسحها. طيب برضو الملفورم معناه الداتا مش اكيوريت از اكسبكت، يعني اكسبكتد حاجه وبكمبير بالسورس سيستم بس هي مش زي الاكسبكتد من الكلام ده. طب نقطه بعرفها ازاي؟ بيزد على السورس او الانترفيس دوكمنت جالي من السورس سيستم. طيب احنا مثلا لو اخدنا، طب حد يقول طب ما انا جاي لي 4 ريكوردز، طب انا اكسبكتد 5 ريكوردز جالي 4 مثلا، طب ما ادخلهم في الداتابيز. لا، ما انت ممكن لو عملت كده يحصل ريسك وفي مشاكل تانية في البيزنس او كواليتي ريبورت، او مثلا جاي لي اي دي بنال وانا المفروض ما يبقاش عندي اي دي نال في التيبل ده، فبالتالي انا لازم بابلاي الكلام ده، ما ينفعش ان انا اقول اتجاهلها. يعني حاجه كمان ان انت محتاج عشان تابلاي الفورم دي محتاج تعمل شويه حاجات. اول حاجه لازم تديفاين ايه معنى ان الريكورد ده مظبوط ومش مظبوط، يعني ايه معنى الويل فورمد ريكورد والميل فورمد ريكورد، تمام؟ حاجه كمان ازاي اكونفيجر الهاندلنج اكشن للفورم ده، يعني مثلا لو جاي لي ريكورد في نال ولا مش نال، او جاي لي مثلا ريكورد اقل كولمز هعمل ايه؟ هاكت ازاي؟ لازم عندي اكشن اوتوماتيك جاهزه دلوقتي. طيب حاجه كمان احنا هنا المفروض كنا نقصد في الحته دي، هي دي لايك هي طيبه هنا نقصد ان احنا المفروض ما نمسحش الملفورم ديكور دي عشان هي بتستخدم، هي بس معموله بطيبه هي كوبيد، بس هي مقصود هنا ان ما ينفعش نمسح الملفورم ديكور دي الا لما يبقى في ويل ديفايند بروسيس لازاي بنمسح او امتى هنحتاجه ومش هنحتاجه. طيب اكزامبل، تعال ناخد اكزامبل على ريجكشن او ازاي نهندل حاجه زي كده. تخيلوا انا عندي فايل فيه 5 كولوم، حلو؟ الفايل ده احنا عايزين نابلاي شويه اي تي ال، عايزين نابلاي اي تي ال جوب على الفايل ده. طيب احنا هنا ده جيسون فايل، انا هعمل كده، اتمنى تكونوا شايفين الفايل. انا هنا عندي ايه؟ عندي هنا اول حاجه فوق سورس سيستم، انا هحاول اموف هنا. اول حاجه فوق عندي ايه هو السورس سيستم او الفايل سورس سيستم. بعد كده عندي هنا مثلا الداتا فايل ديليمتر بتاع الفايل ايه؟ كان مثلا عندي التوتال انبوت كولومز، عندي مثلا كام التوتال انبوت كولومز اللي انا اكسبكت تجي لي في الداتا. عندي مثلا ريجكشن ريكوردز باس، الباس اللي هرمي فيه ريجكتد ريكوردز. عندي مثلا السكيما اللي هرمي فيها الداتا، لو انا هرمي في تيبل مثلا، التارجت تيبل، التارجت تيبل هرمي فيه ده، هيسيف مود هل هابند ولا لا؟ الانبوت مثلا فايل فورمات مثلا حاجه دوت بروسيسنج مثلا، الاوتبوت فورمات او ار سي، الهيدر هل الفايل ده فيه هيدر ولا لا؟ كل الكونفجريشن علاقه بالفايل. البارتيشن كولوم فينا حاجه اسمها ايفنت ديت وباتش اي دي هنتكلم عليه بعدين. مثلا انا عايز اوديت ولا لا؟ بعد كده نيجي للخطوه اللي بعدها هي حته السكيما. طيب السكيما هنا انا عندي ايه؟ عندي كل كولوم في الفايل ده، وعندي ايه هو التايب بتاعه وهل هو نلب ولا لا؟ تعالوا احنا نبص هنا على الكولوم هنا السكيما هنا عشان الداتا تكون اوضح. هنا عندي ايه؟ عندي انبوت سكيما، عندي مثلا الكولوم الاولاني هو انتجر مثلا، حلو؟ وهل هو از نلبل؟ اقول لك اه مثلا. طيب الحاجه الثانيه الكولوم الثاني مثلا سترينج مثلا، فانا اكسبكت سترينج، كذلك الثاني الثالث الى اخره مثلا اكسبكت تايم ستامب. طيب انا هنا ايه من الفورم ريكورد الديفاين بتاع من الفورم ريكورد؟ اول حاجه انت عندك اكسبكتد 5 كولومز، افرض جالك 4، انا مش محتاج اعمل اي حاجه، تقول لي عرفت ازاي التوتال كاونت اهو مكتوب لي هنا، ده الاكسبكتد اهو. طيب الداتا الديليمتر بتاعها عامل ازاي؟ انا مثلا بايب جالي كوما، فبالتالي الكولوم هيعمل فورمات. طيب انا هنا جالي مثلا، نفترض انا عندي هنا الكولوم ده مثلا فولس مش ترو مثلا،
امسح دي كده ونقول اللي هي ان is nullable ده equal false مش true. حلو false. طيب فانا جالي الكولوم ده null بالتالي هرجكته واقول السبب بتاع الريجكشن ان انا null not nullable field او null nullable field. حلو جالي هنا تايم ستامب مثلا وانا اكسبكتد جالي هنا تايم ستامب وانا اكسبكتد مثلا حاجه ثانيه بالتالي ده ضمن المشاكل بتاع الريجكشن. طيب حلو الموديولاريتي دي النقطه الجايه بتاعتنا احنا دي النقطه الرابعه بتاعتنا ايه الموديولاريتي. طيب احنا لما بنيجي نتكلم في الاي تي ال اركتكشر او الكواليتي بتاعتها ان ازاي يكون عندي الكود او الجوبس هي مود يعني عندها شكل موديولاريتي او شكل استراكشر واحد ما بين الناس والكومبوننت ساعتها فيها يوزابيلتي يعني ان ما فيش حد بيكتب جوبس بشكل مش موديولار كل واحد بيديزاين بالشكل او سكيما على مزاجه. طيب الاي تي ال اركتكشر مش بس ان الداتا يعني الداتا كواليتي مظبوطه بس ازاي ان الكود بتاعك يوزابل ومعمول موديولايز يعني ازاي الكود بتاعك مظبوط بالشكل ده. طيب حاجه كمان ازاي ناتشيف بقى الكلام ده. طيب انا قبل ما اخش على نقطه هاو انا عايز بس اوضح حته شويه. انا مثلا رحت شركه شغاله سبارك مثلا اي تي ال. حلو فانا اول حاجه افكر فيها ايه لو احنا هنعمل سبارك جوبس كل يوم نحن نبدا نفكر مع بعض تمبل جوب مثلا ايه حالات بنعمل ايه في الجوبس دي مثلا بنقرا مثلا شويه جيسون فايل بنبروسس الداتا بنعمل لودنج ففي شويه حاجات عندي في شويه حاجات عندي او خلينا نقول في شويه ستيبس عندي ستيبس دي لما بحطها او لما بفولو الستيبس دي بخلص جوب بتاعتي فليه ما اعملهاش زي شكل استراكشر واعمله زي فانكشناليتي والناس كلها بس تملى الفانكشناليتي دي عشان لما اجي اخش الكود الاقيه بشكل منظم. ها كمان لو عندي كومن فانكشن كل الناس تستخدمها ما اخدها بره واحطها في لايبراري وكل الناس تاكلها دايركت فبالتالي الفانكشن دي نعملها تيستنج مره ان هي اوريدي في الكومن لايبراري والناس كلها تستخدمها ونوفر على نفس الكود ونريديوس الكود. ده المعنى بتاع الموديولاريتي. طيب اول حاجه انا دايما كنت افكر الموضوع لما اخش اي تيم اول حاجه افكر في التمبل جوب ازاي نعمل تمبل جوب لكل تاسك. اول حاجه افكر فيها ديزاين تمبل جوب فور ايتش بارت اوف ذا سيستم ودي هنشرحها في الديمو اللي هنعمله الفيديو الجاي. ماشي خلي عندك ستاندرد ميثود او استراتيجي للكومون تاسك مثلا لوجينج لازم يكون عندك شكل واضح ليه الايرور هاندلنج الريجكشن هاندلنج كل الكلام ده يكون اوريدي جاهز او ديفايند في لايبريز. الدوبليكيشن مثلا في كود لو انت عندك شويه كود دوبليكيتد ازاي تاخده وتحطه في لايبراري ازاي تمنتين اللايبراري دي وازاي الناس كلها تستخدمها مش كل واحد يبلمنت حاجه بتاعته. حكى مثلا ازاي تمبلمنت كومن فانكشناليتي يونت تيستنج بتاعت الكود بتاعتك. طيب ازاي الموديولاريتي بيأفكت التيم مينتينابيلتي لو انا كود لو عندي يعني الكود بتاعي فيه موديولاريتي المينتينابيلتي بتاع الكود يبقى سهل. حكى كمان ديباجنج سهل جدا ديباج الكود متعود شايف الشكل عامل ازاي وعندنا ستاندرد لايبراري الكلام ده. انفستيجيشن عندي مشكله التستنج لو عايز تست الكود ان اوريدي عندنا فولو سكيما وفولو ستراكشر ليها. لو انا بقى عايز اقسم التاسك بين التيم اوريدي احنا ماشيين على تمبلت فكل الناس تشير التاسكس مع بعضها. طيب الحته دي في السيستم عايزين نقول ان هي ملهاش ستاندرد واحد او ملهاش لايك فاينل جول دي كونتينوس بروسيس كل يوم ببدا انهانس واشغل عشان هعمل التاسك دي او الانهانسمنت على البارت ده. نتكلم هنا على الداتا لينج. ايه هو الداتا لينج في الاي تي ال؟ طيب احنا بنقول ان الداتا لينج ده هي حاجه مهمه جدا طبعا بس هي اهميتها ان هي بتساعدنا نفهم الداتا دي جايه منين. يعني ايه الداتا دي جايه منين؟ انا عندي ريكورد، الريكورد ده انسيرتد في التيبل، عايز اعرف الريكورد ده جه من انهي فايل؟ عندي افترض 20 سي اس في فايل وكل فايل بينسر شويه داتا، انا عايز اعرف في مشكله ما في الداتا، مش بقول بقى يعني ده داخل مظبوط بس انا مثلا جه حد من البيزنس قال لي انا عايز اعرف الفايل ده جاي من انهي حته او جاي من انهي شور سيستم هعرف اعمل ازاي هي دي الداتا لينج او ان انا حافظ عن ترانسفورميشن وعايز اعرف الرو ده ترانسفورمد ازاي او السايكل اللي حصلت عليه ايه لغايه ما وصل لغايه اجل التيبل مثلا يعني عندي ترانسفورميشن 1 ترانسفورميشن 2 ترانسفورميشن 3 حلو ده انسيت فروم تيبل سكند تيبل ثيرد تيبل انا عايز اعرف في ده قصه حياته ايه في البلاتفورم بتاعتي هي دي الداتا لينج بتديسكرايب الكلام ده. طيب حاجه كمان هي زي ما قلنا كده هي بتساعد ان احنا نفهم الداتا كونكشن ما بين التارجت والسورس. حلو طيب حاجه كمان هي بتساعدنا احنا نتريس على الرو ليفل كل رو اقدر اتريس الرو ده جاي منين وشغال ازاي. طيب ناخد اكزامبل عشان الموضوع ما يبقاش معقد ما بينهم بعضنا يعني. طيب احنا عندنا نفس السي سي فايل اتكلمنا عليه في الجزء اللي فات. حلو في خمسه كولوم مثلا وعايزين نعمل شويه ايتل بروسيس. نفترض ان الفايل ده فيه سي اس في فايل اسمه 3 جي اريكسون اي ار سي ان
سي اس ان ده اختصار مثلا الكترون يعني حلو وممكن اي نيم يعني حلو تعالوا نشوف الفايل ده شكله عامل ازاي عندي ترانزاكشن اي دي اي اي دي في شويه سيل اي ديز اي سيل اي دي شويه سيل اي ديز عندي كاستمر نمبر مثلا ده كاستمر 1 نفس الكاستمر كاستمر مختلف كاستمر مختلف في شويه ابلكيشن الكاستمر بيستخدم فيسبوك فيسبوك تويتر يوتيوب وفي ترانزاكشن تايم ستامب طيب انا جالي الفايل ده من سورس سيستم اكس فانا عايز اعمل زي اي دي اعرف الريكورد ده جه منين بعمل ايه في الغالب في اكتر من استراتيجي مش عايز اقول ان في استراتيجي واحده انا مثلا من الناس اللي كانت بتعمل حاجه اسمها باتش اي دي والباتش اي دي مثلا بيكون الفول تايم ستامب از لونج نمبر حلو بيعب مثلا على التايم ستامب بتاع الجوب دي اللي رنت فيه وبعمل ايه بحطه في ريكورد از باتش اي دي حلو وبرينيم الفايل ده كمان باتش اي دي ده كمان ايه بقى الميزه هنا في الحته دي لو حصل مشكله عندي الفايل ده مثلا اسمه اكس فانا تخيلته اكس اندرسكور باتش اي دي ده حصل مشكله وحد اكل الريكورد ده في مشكله قلت والله جميل جدا تعالوا نفتح الفايل ده والله الريكورد زي ما جاي انا عملت الترانسفورميشن مظبوطه كده البيزنس في تراست انا ابعت له سورس سيستم اقول الفايل اهو هتقولي بس انا حاسس حد مش لازمه انا كده بضيف معلومه مش لازمه في الداتا لا هي لازمه في الداتا ده الاي باتش اي دي ده احيانا هو التريس اي دي اللي بمسكه عشان الف بالريكورد سيستم كله خد بالك لما بنتكلم في كومبليكيتد سيستم في الاخر بيبقى عندي حاجه متاس بيها السايكل بتاع الريكورد ده ممكن عندي اكتر من فانكشن اخدت الفايل ده حطه في تيبل والتيبل ده حطيته في تيبل تاني لازم يبقى عندي اي دي واحد الف عليه او امسكه اعرف اجيب السورس بتاعه هي دي الطريقه اللي انا زي تقول ايه هو بيسموها كواليتي جيت او تشيك هاندز او تريسنج انا عندي الحته دي في لينج الريكورد السايكل بتاعته جوه موجوده عندي في البلاتفورم تمام اوكي طيب ايرور هاندلنج الايرور هاندلنج هنا احنا في كل بلاتفورم بنبنيها احنا محتاجين نفكر ايه هو الايرور هاندلنج استراتيجي اللي هنبنيها لازم عندي ايرور هاندلنج مبنيه في البلاتفورم بتاعتي والايرور هاندلنج مش معناه ان كل واحد بيبني ايرور هاندلنج مزاجه بيهندل ايرور بمزاجه طيب حاجه كمان ازاي نديسايد ايه اللي احنا محتاجين نعمله بوست فيل يعني هي دي حصل مشكله ايه اللي المفروض يحصل بقى لما يحصل مشكله لازم نديفاين الكلام ده طيب البتاع دي الايرور هاندلنج بيساعد في شويه حاجات من ضمنها ان هو بيقلل الفيليرز مش معناه ان الجوب فيلت فيلر معناه ان السيستم يحصل كراشنج مثلا او ان يحصل مشكله في السيستم وازاي نهندل الايرورز بتاعت الفيليرز دي طيب ازاي بقى بنديل او ايه الاستراتيجيز اللي بنستخدمها عشان نديل مع الايرورز دي اول حاجه في حاجه اسمها او جنرال كونسبت اسمه فيل فاست سوري فيل سيف او يعني also known as graceful shutdown or stop ويعني مني عشان برضه الناس المتابعه الناس اللي هي شغاله في اي تي ال في داتا هاوس تلاقي دايما بنسمع المصطلح ده في سبارك في هادوب في سكالا سوري سبارك وهادوب والتولز او كافكا اللي هي graceful shutdown or stop بس مثلا لو بندور على حاجه اكبر ابلكيشن ثريدنج وكده بتلاقي هي فيل سيف ومعناها هنا ايه؟ انا دلوقتي سبارك جوب بتاعتي حصل لها فيلير حلو؟ ازاي اقفل بقى خلاص حصل فيلير الجوب ما كملتش اعمل ايه بقى في الجوب؟ في مثلا على طول مثال من ضمن الحاجات اللي بنعملها ان انا مثلا نفترض بقى مثلا ايه كونتكست توب مثلا ان انا عشان كلير ريسورس نفترض بدي مثال يعني ايه الحاجه اللي اعملها لما يحصل فيلير ازاي افيل بشكل ما يعملش مشاكل في السيستم ريليز ريسورس الدنيا تبقى مظبوطه نفس الكلام لو بتهندل ثريدنج او بتهندل ستيبلت سيستم لازم تفكر في الموضوع اهوت يعني احنا مثلا بيبقى فيه عندنا هاندلنج ان لو حصل الجوب دي فيها مشكله هتروح للكاتش الكاتش ده بيحصل فيه ايه بقى لازم يبقى فيه فانكشن دي كمان هي موجوده في الكومن لايبراري بتاعتنا بنستخدمها بس هي بتفيل سيف وبتخلص الدنيا بشكل مظبوط طب حاجه كمان فيل فاست فيل فاست معناها ايه انا جالي ريكورد مثلا داتا فيها ريكوردز انا اكسبكت الداتا دي يكون فيها 5 كولوم جاي عندي 4 كولوم خلاص ريجكتد دايركت مش محتاجين ده كده هاندلنج سهل كده ريجكتنج داتا بس هاندل حتى لو في ايرور يبقى يحصل مشكله حتى لو انا اكسبكتد بيهيفير معين انا مثلا عندي ما فيش هاندلنج مثلا نار بوينت اكسبشن وحصل نار بوينت اكسبشن ازاي بقى هاندل الكلام ده والابلكيشن تخلص من غير ما يحصل مشاكل او ما تقعدش يعني بروسس الريكورد لغايه الاخر وما تشوف ان في مشكله في السورس داتا اصلا او ان انا مش عامل الكلام ده حاجه كمان مهمه بالذات في حته مثلا سبارك مثلا احنا في سبارك اصلا شغال حاجه اسمها ليزي ترانسفورميشن مثلا على سبيل المثال حلو فاساسا هو مش بي تشيك الريكوردز بتاع الداتا بتاعتك وده ست ريكورد باي ريكورد احيانا بيبقى ممكن الداتا بتاعتك فيها 20 ريكورد مثلا في 18 مظبوطين في 2 فيهم مشاكل وهو هيفيل لما يوصل للتو ريكوردز دول فازاي انا اخلي سبارك لما يجي فيل هنا فيل فاست ويخلص ويفيل يعني بدل ما نقعد نستنى الابلكيشن دي كلها دي من ضمن الحاجات المهمه اللي تفكر فيها
طيب حاجه كمان، ان يفضل انت كديزاين زي فريم ورك او يعني فانكشناليتي، ان لما يحصل ازاي تبريفنت ان يحصل كراشنج، وازاي يحصل ريسبوند. ريسبوند في حاجه مهمه جدا. انا دلوقتي حصل فيلير على السيستم عندي، ايه اللي المفروض يحصل؟ نفترض ان سبارك مثلا بعت اكزيت كود مثلا نفترض ايكوال 1 مثلا، ده فيلد، وانا مثلا هنا فيلد في 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 جوب اكس، ايه بقى المفروض يحصل؟ احنا مثلا عندنا نفترض ببعت لاي بي اي او في جوب، ببعت لها جوب دي بتعمل مثلا نوتيفيكيشن او اليرت مثلا، وفي حاجات مثلا ممكن تفيد بسبب ريسورس، ممكن اريون الجوب ايا كان اللي بيحصل ايه، فاصل في ريسبونس. لو جالا 1 معنا مثلا نفترض ان في ريسورسز، فبالتالي ممكن انا اريون الجوب دي بعد شويه اسينك بروسيس، لا ده هو جوب دي فيل بسبب اكسبشن، فبعت للاخ كولكت اللوجز دي وابعتها للسبورت، وابعتها لل 3 تيم بتاعي، ايه الريسبونس بعمله لما يحصل اكشن. طيب حاجه كمان، الناس بقى في زي فريم ورك او في زي طريقه ان انا اديل مع الكلام ده. في اوريدي في بعض الشركات عندهم اوريدي ديزاين فريم ورك ممكن تيوزها، مش محتاج انك تديزاين يور اون يعني، بس انت محتاج لو ما عندكش انت تديزاين الكلام ده. طيب اتوميستي، ماشي، ايه هي اتوميستي؟ دي اخر بارت عندنا في الـ في الـ في الشرط او في جزء الاي تي ال هنا، في الجزء اللي احنا بنتكلم فيه في الكونسبتس. انا دلوقتي ازاي ابدا افكر ان عندي جوب معينه، ازاي ابدا افكر ايه الـ ايه الـ ايه الـ ايه الليميتيشن او ايه الرول بتاع الجوب دي، انا محتاج جوب تعمل ايه. لو عندي جوب كبيره ازاي ابدا افكر ازاي اقسم الجوب دي ما تبقاش حاجه موجوده يعني ايه مونوليثيك، او اللي هي حاجه موجوده في حله واحده، يعني زي عندي جوب مثلا كبيره ازاي اقدر اقسمها بشكل تكون اتوميك لحاجات صغيره اتوميستي هنا، وان انا اقدر ان انا اهندلها بعدين، مش محتاج ان انا احطها كلها اس حاجه واحده. طيب برضو الاتوميستي بتريفير برضو ان انا سبليت البيجر اي تي ال جوب انتو سمولر بارت. حاجه كمان الامبلمنتيشن بتاع الباترن ده بيساعدنا ان احنا بيساعدنا وبيخلينا نفكر في البيزنس بارت بتاع الجوب بتاعتي، وان ازاي اسبريت الجوب دي في سمولر بارت فور بروبر اكسكيوشن، مش محتاج ان انا اخليها كلها حته واحده، ومش محتاج ان انا كلها لما اجي ديزاين الجوب بتاعتي ممكن يبقاش فيه اصلا بيزنس ان انا احطها كلها في جوب واحده، وبدي تاخد تايم كتير او تايم كبير، وما اجي اعدل في جوب دي محتاج اعدل في جوب كبيره، ممكن اخليها سمولر بارت، وبالتالي لما اجي اعدل فيها محتاج اعدل في بارت صغيره. تمام. طيب الانتي باترن بتاع الاتوموستي اسمه ايه؟ مونوليثيك، مونوليثيك ابلكيشن، ان حاجه كلها موجوده في جوب واحده او زي ما بيقولوا في حله واحده، يعني حاجه موجوده كلها في مكان واحد، وبالتالي ده الانتي باترن بتاعه يعني. طيب عشان تديزاين دي يمكن يعني اقلهم، مش اقلهم اهميه، بس الموضوع ده بيجيش مع يعني بيحتاج وقت شويه عشان نبدا نفكر ازاي نديزاين الكلام ده. انك انت الاي تي انجينير لازم يبدا عنده شويه اوفر فيو على السايكل وعلى البروجكت وعلى البيزنس، عشان يعرف ازاي يقسمها بشكل صح من غير ما يافكت البيزنس، ومن غير ما يبقى الموضوع برضه هيفي على المينتينابيلتي. طيب حاجه كمان، ايه بقى ليه احنا محتاجين الاتوميستي؟ قلنا ان هي بتساعد على المينتينابيلتي وريدابيلتي للكود عشان تكون بقى صغير. حاجه كمان بيساعدنا في التريسنج والتستنج والانهانسنج في الجوب والبرفورمانس، بيساعدنا احنا ممكن نشتغل اجايل وباريل مع بعض، كل واحد ممكن يشتغل في حته لوحدها، ياخد حته من جوب ويشتغل عليها ونشتغل بشكل سريع، مش محتاجين نستنى لونج جوب ديزاين. برضه بتساعدنا ان احنا يبقى عندنا سنجل فيلير، يعني مثلا عندي جوب لو هي جوب واحده في سايكل طويله، وجوب واحده فيلد فيها لو هي صغيره، فبالتالي مش سايكل كلها فيل بارت من السايكل فيل، بس انا لو عندي ابلكيشن كلها وان جوب بالتالي هي هتفيل. طيب اخر حته في الشابتر بتاعنا هي بيبر اند بن ديزاين. طيب قبل ما تبدا تمسك الاي تي ال جوب بتاعتك، احنا محتاجين ايه؟ احنا هنفكر سوا. انا محتاج لما اجي ابدا ديزاين الاي تي ال جوب، حلو، اوكي. طيب احنا دلوقتي لما اجي ابدا ديزاين الاي تي ال جوب، اول حاجه بعمل ايه؟ مش هفتح امسك كود، اوكي. انا اول حاجه ابدا افكر فيها ايه الانبوت بتاعي؟ نفترض الانبوت ده هو سي اس في فايل، ماشي. طيب الانبوت ده ايه الباس بتاع الانبوت مثلا، ايه الاستراكشر بتاعه مثلا، حلو استراكشر، اوكي. ايه مثلا الريجكشن باس، الريجكشن باس بتاعه ريجكشن. طيب حاجه كمان انا محتاج افكر ايه الاوديتنج ماتريكس بتاعته، الاوديتنج
حلو. بعد كده محتاج افكر التارجت تيبل بتاعه، او مثلا انا هعمل ايه فيه. حلو. طيب بعد كده بيجي لي، خلينا نروح ننزل تحت هنا كده شويه رولز، خلينا نلونها بلون مختلف. خلينا اللون مثلا اخضر هنا. اوكي. طيب خلينا عندي شويه رولز هنا. رولز دي زي ايه مثلا؟ تعالوا هنا نشوف رولز زي ايه. رولز هنا قد تقوم مثلا زي ان مثلا اول كولوم يبقى ما فيهوش نل مثلا، نل تشيك مثلا، ماشي، خطي شويه، ماشي. تاني ريكورد، تاني حاجه مثلا ان انا اتشيك ال في الريكورد مثلا الكولوم الخامس، انا اتشيك مثلا التايب ان هو يكون، التايب ان هو يكون تايم ستامب مثلا. حلو. طيب حاجه كمان محتاج اعملها في الداتا دي مثلا ان انا ازود الباتش اي دي مثلا، ان انا هنا ازود الباتش اي دي، باتش اي دي. طيب خلصنا كده؟ لا، في كم، في حاجه كمان محتاجين نعملها. ايه هي بقى؟ تعالى نحطها بالاحمر هنا. محتاج اعرف الداتا دي بتجي لي كل قد ايه. يعني مثلا الداتا دي هنا بتجي لي مثلا every مثلا every 2 hours مثلا، بيجي لي مثلا مثلا 20 جي بي. طيب دي كده، دي كده انا فهمت انا عايز اعمل ايه. طب ايه تاني عايزين نعمله هنا اهوت؟ كده اوكي. طيب ايه تاني محتاجين نعمله بقى؟ نبدا نفكر في الترانسفورميشن رول دي. انا هنا دلوقتي هبدا هاخد الفايل ده اهوت از انبوت، تمام، وهبدا احط اللي هي الانجن اي تي ال انجن بتاعي هنا اهوت. اوكي. بعد كده هبدا هنا احط عندي هنا الريجكشن، ريجكشن. اوكي. وابدا هنا اطلع التارجت مثلا، وانا عندي هنا عارف ايه هو السورس والتارجت. طيب حاجه هنا مهمه، انا وانا بديزاين او بفكر في الحته دي، ايه الحاجه محتاجه افكر فيها تاني برضو عندي هنا؟ اولا البرفورمانس على جوب دي، انا جوب دي هتقدر تبرفورم على هتقدر تبرفورم على 20 جي بي كل ساعتين. ها كمان، طيب لو حصل فيلير، لو حصل، لو هي فيلير الداتا اللي بعدها، حصل هنا فيلير عايزين نلونه كده، معلش ناخد بقى، حصل فيلير ايه اللي هيحصل؟ هيجي فايل تاني، يبقى عندي هنا 20 جي بي وعندي هنا 20 جي بي، فالتوتال هيبقى 40. فانا هعمل ايه في الكيس دي؟ محتاج اسال نفسي السؤال ده. طيب ازاي بقى نديزاين جوب دي امبلمنتيشن؟ ده اللي احنا هنعمله في الفيديو الجاي. اللي عايزه منكم دلوقتي انك انت قبل ما تبدا امبلمنتيشن، قبل ما تبدا امبلمنتيشن تبدا تفكر كمان على الورق والقلم. انت مش محتاج تبدا تكتب الكود، الكود اسهل حاجه بنعملها. اللي بنعمله ان الفيديو الجاي هناخد الرسمه دي رسمها بشكل افضل شويه ونعمل نعمل لها امبلمنتيشن. طيب اخر حاجه هنقولها هنا ان احنا الليكتشر دي ريفرنسد من الويب سايت او البلوج بتاعت تيم ميتشل، ويب سايت او ميكل، انا ما اعرفش هو بيتنطق ازاي، ويب سايت، والمفروض ان احنا بنينا منها في شويه افكار كويسه جدا. اشوفكم بخير وان شاء الله الفيديو الجاي نبدا مع امبلمنتيشن لليوز كيس دي.